هو اليوم الختامي لامتحانات الشهادة بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة أوجلا، حيث يمتحن الطلبة لنيل شهادة المعهد. طبعا اليوم المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية أوجلا تم طبعا الامتحانات النهائية، واليوم يعتبر آخر يوم في الامتحان، والأجواء طبعا ملائمة وتوفير للطالب كل الأجواء الملائمة له. تخصصات دخل فيها هؤلاء للانخراط في سوق العمل، وهي الآلات الزراعية والتبريد والتكييف وكهرباء السيارات، إضافة لإصلاح وطلاء جسم المركبات الآلية. ونتمنى يعني من الطلبة إن شاء الله ربي يوفقهم في هذه المهنة، وإن شاء الله كل السنة الجاية نلقاهم يعني إن شاء الله من متفوقين والناجحين، وإن شاء الله ربي يوفقهم. من جد وجد، فحصيلة دراسة عام كامل إضافة لسنوات الدراسة يمتحن فيه الآن، وفي هذا اليوم الأخير من الامتحانات سيكون التحدي أمام الطلبة في اجتياز سنوات الدراسة.